بها عسلامة، مرحبا بك في السيونس. اليوم باش تشوف زوز كيستيونات اللي البيوشيمي تحاول تجاوب عليهم. اول كيستيون هي كيفاش البدن يدبر لا تي بي. لا تي بي هي دونك لينيرجي نتاع البدن، ولازم نعرفوا كيفاش ندبروها. والجواب على الكيستيون هذه سا ديبون، سا ديبون اسكو واحد نقولوا مثلا قام صباح بكري جيعان، دونك مشى خذا فطور الصباح نتاعو، دونك خذا نقولوا كعبه بريوش بالشوكولاته، دونك الجلوكوز نتاعو السكر في الدم طلع، دونك السكريتي هرمون اللي هي الانسولين. الانسولين هي اللي باش تقول للبدن كيفاش يدبر اي تي بي. اون فيت الانسولين باش تقول للبدن برا احرق هذاك السكر اللي جاك، دونك هذا هو شنو باش تعطي الانسولين، لافورماسيون باش تعطيها الانسولين. دونك هذه هي الفكره الاولى، بعد الماكله شنو باش يتحكم، دونك شنو هو اللي باش يقول كيفاش تدبر اي تي بي، هي الهرمون نتاع الانسولين. تمام، نقولوا العكس، نقولوا واحد صايم، واحد صايم ولا صلوا برشا من الكلا، وقتها دونك باش تسكريتي هرمون اسمها الجلوكاغون. الجلوكاغون باش تقول للبدن ما عادش تستعمل السكر، السكر استحفظ به، توا باش نحاولوا نستعملوا لي ليبيد، دونك باش نحاولوا نستعملوا هكوما لي زاسيد غرا. دونك هذه هي الفكره شنيه، دونك فريمون السورس نتاع لا تي بي اللي باش تستعملها سا ديبون من لي دوز هرمون هذوما. دونك نقولوا انه لي دوز هرمون هذوما هما يعملوا ريغولاسيون جلوبال على الميتابوليزم، هما اللي يقولوا يوريو للبدن شنو هما الثنايا المحلولين نتاع الميتابوليزم اللي نجم يستعملهم، وشنو هما الثنايا الممنوعين المسكرين اللي ما يجيبش يستعملهم. مثلا الانسولين تقول للبدن ما عادش تستعمل لي زاسيد غرا، ما تستعملش لي ليبيد كسورس نتاع انرجي، تو استعمل السكر على خاطرني افكتيفمون تو معبي بالسكر. هذه هي الفكره شنيه. به دونك هذه هي الكيستيون الاولى. الكيستيون الثانيه هو اون فوا واحد سي بون، دونك عبى برشا اي تي بي، دونك صنع برشا اي تي بي، شنو هو نجم نعمل بالفاضل نتاع الاي تي بي؟ دونك هذه هي السؤال الثانيه اللي حاول تجاوب عليها البيوشيمي. دونك هوني الجواب على الكيستيون هذه كيف كيف سا ديبون، اسكو احنا بعد الماكله وين عندنا الانسولين والا دونك واحد صايم، دونك وقتها عندنا الجلوكاغون. بالطبيعه البدن لازم يشلق انه عنده برشا اي تي بي باش دونك يعرف كيفاش يستعمل هالفاضل نتاع الاي تي بي. اون فيت هكوما لي زونزيم اللي هما دونك يصنعوا الاي تي بي واللي هما زاده في دي فوا ميتابوليك اخرين ينجموا يشلقوا انه الاي تي بي دونك طلع ولا طاح. دونك هذه حاجه نسموها ريغولاسيون لوكال. ريغولاسيون لوكال هو افكتيفمون كيفاش لي زونزيم نتاعنا يشلقوا انه فما برشا اي تي بي والا العكس فما شويه اي تي بي. هذه هي فريمون شنو هي الريغولاسيون لوكال. به دونك توا باش نراو اكزومبل على الشيء اللي قلناه. دونك هيت نقولوا انه انا في عالم الانسولين، دونك ريغولاسيون جلوبال هي توا قاعده تصير بالانسولين. دونك الانسولين باش يقول للبدن احرق السكر، دونك افكتيفمون توا باش نحرق السكر. والانسولين باش يقول زاد للبدن ما تحرقليش لي ليبيد، سيبهم لي ليبيد رايدي، دونك افكتيفمون لي ليبيد اللي هما لي زاسيد غرا مانيش باش نمسهم. توا باهي باش نقعد نحرق السكر نحرق السكر نحرق السكر باش نصنع برشا هال اي تي بي، دونك الاي تي بي باش يطلع لي. الاي تي بي باش يمشي لهال لي زونزيم اللي هما دونك في الفوا نتاع حرقان السكر باش يقولوا لهم سي بون، دونك تعبيت بالاي تي بي، دونك باش يبلوكيهم. كيفاش يبلوكيهم؟ يبلوكيهم ببروسيسوس نسميوه الريغولاسيون الوستيريك اللي دونك حكيت عليه في السيونس الفايته. الريغولاسيون الوستيريك هو دونك اذا كان هذه الانزيم وهذا الفم بتاعها هو يمشي على الجنب بتاعها من جهه اخرى بخلاف السيت اكتيف ودونك يعمل عليها ريغولاسيون. هذه هي اش معناتها ريغولاسيون الوستيريك. دونك الاي تي بي باش يبلوكي الفوا هذيا، وقتها شنو باش يصير؟ الجلوكوز باش يطلع، دونك الجلوكوز ما عادش يتحرق دونك باش يطلع. وقتها دونك الانسولين يخدم دي زونزيم اخرين، فما فوا اخرى محلوله دونك نجم يستعملها الجلوكوز اللي هي الفوا نتاع دونك صنعان الجليكوجين. دونك الفوا نتاع صنعان الجليكوجين تخدم اون فوا انا اول حاجه في عالم الانسولين، دونك هذه دونك الشرط الاول. الشرط الثاني هو انه عندي برشا اي تي بي، دونك حرقت دونك برشا سكر صنعت برشا اي تي بي وسي بون، دونك نجم الفاضل نتاع الجلوكوز نحولو للجلوكوجين. وتذكر هوني انه الجلوكوجين هو حرفيا جلوكوز لاصقه في جلوكوز، دونك قداش من الجلوكوز لاصقه في بعضها. دونك هذه هي الجلوكوجين، دونك هي سورت نتاع فورم نتاع ستوكاج نتاع جلوكوز. دونك كيفاش كيما نقولوا تخزن الجلوكوز في الدبو، دونك البدن يخزن جلوكوز ما يعرفش على روحه غدوه بالك شي يطيح في مجاعه، دونك وقت يستحق هذاك الجلوكوجين باش يستعمله.
دونك هذه هي الفكره، وهذه السيونس اليوم ان شاء الله كون عاونتك.